بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم عالم ليلى للوصفات الطبيعية. أتمنى أن يكون الجميع بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفة اليوم لتفتيح وتبييض المناطق الداكنة وإزالة الشعر من الجذور مع تأخير نموه وتمنعه من الظهور من جديد. ولعمل هذه الوصفة نحتاج إلى حبة جزر متوسطة الحجم، نغسلها جيدا، نقشرها ونقطعها إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. نضعها في كاسرول ونضيف إليها كوبين من الماء، نضعها على نار هادئة جدا حتى يطهى الجزر جيدا، والماء يصبح كوب واحد يعني نصف الكمية التي وضعنا لطهي الجزر. بعدما يطهى نصفي ماء الجزر، نتركه لوحده والجزر كذلك، لأننا سنقوم بعمل وصفتين، الأولى لإزالة الشعر والثانية لتبييض وإزالة الشعر معا. نعود إلى الوصفة الأولى ونأخذ ماء الجزر، نضيف إليه ملعقة صغيرة من ملح الطعام ونمزج المكونين جيدا حتى يذوب الملح كليا في ماء الجزر، وتصبح الوصفة جاهزة معنا. أما بالنسبة للوصفة الثانية، نهرس الجزر بالشوكة جيدا، ويجب أن يكون ساخن ليسهل هرسه ويصبح ناعم جدا. بعدها نضيف ملعقة صغيرة من بودرة الترمس المر، وهذا هو شكله، هناك الترمس المر وهناك الترمس الحلو، نحن نستخدم الترمس المر في هذه الوصفة، رائع جدا في تأخير نمو الشعر والتبييض أيضا. وإذا لم يتوفر يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من نشاء الذرة أو بودرة الأرز، كما يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من بودرة الترمس المر وملعقة صغيرة من نشاء الذرة أو بودرة الأرز في هذه الوصفة، ستعطيك نتائج رائعة جدا بإذن الله. أما بالنسبة لطريقة الاستخدام، نمر إلى الوصفة الأولى لأنها تزيل الشعر من الجذور وتؤخر نمو الشعر الزائد وتمنعه من الظهور من جديد. نأخذ قطنة ونضعها في ماء الجزر والملح ونمررها على المنطقة التي تريدين إزالة الشعر منها. توضع هذه الوصفة قبل نزع الشعر وتترك حتى تتشربها البشرة جيدا حوالي 20 إلى 30 دقيقة. بعد ذلك يمكنك إزالة الشعر من الجسم أو الوجه بالطريقة التي ترغبين أو التي اعتدت على استخدامها في إزالة الشعر. بعد نزع الشعر يمكنك استخدام الوصفة الثانية. بالنسبة لطريقة الاستخدام، توضع هذه الوصفة على المناطق الداكنة، العنق، الركبتين، بين الفخذين، الأكواع والعناء، أي منطقة بها سواد توضع هذه الوصفة على شكل ماسك وتترك مدة 20 إلى 30 دقيقة، بعدها تغسل. يمكنك وضع كذلك هذه الوصفة على الأماكن التي بها شعر في الجسم أو الوجه، ومع المداومة على استخدامها سيختفي الشعر تدريجيا بإذن الله. يمكنك استخدام هذه الوصفتين مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. والسلام عليكم.